بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ أخباركم؟ النهاردة جايب لكم درس عن تربية الكوكتيل، الفرق بين التربية الجماعية والفرق بين التربية الفردية. كل حاجة ليها عيوبها ومميزاتها. هنتكلم عن الجماعية. الجماعة يا جماعة، أنت لما بتجيب شوية شباب مع بعض، ترموهم في سلاكة، تمام، أو ترموهم في أوضة مع بعض على حسب المكان اللي أنت هتربي فيه، تمام. المميزات اللي فيها ان الذكورة بتختار الناس لوحدها، وده بيبقى احسن من التربية الفردية اللي انت تديله ايه، تديله نتاية غصب عنها، او ذكر تديله انت ده انت تديله ذكر غصب عنها، وده ايه الفرق بين الاتنين، تمام. اول حاجة عندنا في التربية الجماعية، لو في فرد مرضان، يعني فرد عنده برد، عنده فرد سمونيلا لا قدر الله، عنده اي حاجة، بيشرب من نفس الماء اللي بيشرب منها كل الطير، فدي بتبقى ايه؟ عيب في الجماعه. دي من عيوب الجماعه. والجماعه تلاقي الذكوره بتفضل ايه؟ بتضرب في بعضيها، والنساء بتضرب في بعضيها، ويخشوا ويادات بعض، وبيحصل مشاكل كتير قوي انت ايه؟ في غنى عنها. فاحنا مش عايزين نخش في وجع الدماغ، فاحنا نتكلم في ايه؟ في التربيه الفرديه. التربيه الفرديه انا شايفها بسم الله ما شاء الله ممتازه ممتازه ممتازه، الله اكبر. يعني انا عن نفسي قاعد في مزرعتي وقدامي اهوت، وكل طير الحمد لله 70 صوت الطير تربيه فرديه كلها، وانا اللي بختار الديكوره، وانا اللي بختار النتايات، وبرده بترجع ليك انت كمربي، انت اللي ترجع ليك، تمام. التربيه الفرديه فيها مميزات كتيره جميله جدا. اول حاجه، طائر الكوكتيل بيحب الامان، عشان نبقوا فاهمين بيحب الامان ازاي. ما ينفعش اجيب قص الواحد واحطه في بلكونه ومنه بقى للشارع والتكاتك والعربيات والعيال الصغيره اللي في الشارع والصوت والقلق، وترجع تقول ايه؟ انا جبت كوكتيل وما اشتغلش، ده منه لله اللي باعهولي. يا جماعه، المشكله ما تحسبش كده، اللي باع لك الحاجه ما عندوش اي ذنب، والله ما عنده اي ذنب. انت مشكلتك طاير كوكتيل بيحب الامان. انا دلوقتي قاعد في المزرعه، بص، كل قص بياكل وبيشرب مع نفسه، كل حاجه ايه؟ كل حاجة بفضل ربنا، وإنتاجية ما شاء الله، وكله بفضل ربنا. ليه؟ أنا لما بحط زي ما أنتم شايفين كده يا جماعة، أنا هوريكم دلوقتي إيه؟ هوريكم إزاي تعرفوا تتأكد 1000000% إن طائر الكوكتيل بيحب الفن. لما بتحط كل قفص لوحده زي ما أنتم شايفين كده يا جماعة، كل قص في قفص لوحده، في حاجة اسمها إيه؟ دي حاجة اسمها ايه؟ حاجة اسمها امان. الطير كله بس يحب الامان. يرجع للطير تلاقيه حابب الجماعة، حابب الفردية، تمام. لما الكوكتيل بيحب الفردية بيبقى فيه امان. الامان ايه؟ اللي هو ايه؟ شايف فيه قفص فوقيه وقفص تحتيه وقفص جنبه، فايه؟ فبيحصل حالة تزويف، وتلاقي كل الاسس اشتغلت مع بعضيها. بسم الله ما شاء الله، وربنا يرزقك من حيث لا تحتسب، وده رزق في الاول وفي الاخر. وانا هعمل ان شاء الله، ده هعمل ان شاء الله ان شاء الله بفضل ربنا فيديو عن ازاي تنقي الزوج الصح، وازاي تفرز الذكر قبل ما تشتريه، او النساء قبل ما تشتريها، عشان تبقى فاهم الصح من الغلط. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.